بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا، ولازلنا نواصل الحديث حول القصص القرآني ومع قصة سيدنا نوح كما وردت في سورة سيدنا نوح. تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات المباركات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. سيدنا نوح بعدما تعذر لربه جل وعلا وقال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يضع أيديهم في آذانهم ويضع الثياب فوق رؤوسهم لأجل ألا يبصروني، وأصروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم وعدم إيمانهم. وبعدين بيقول لربنا: ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم في العلن أمام الجميع: آمنوا بالله ولا تكفروا وكونوا كما أمر الله جل وعلا تفوزوا وتسعدوا. دعوتهم في الجهر أمام الكل. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بعد الدعوة الجهرية أنا يعني أسررت إليهم إسرارا، بقيت أروح لكل واحد على حدة وادعوه إلى عبادة الله جل وعلا، وأقول لهم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وأقول لهم إن النجاة هتكون من عند الله ليست لأحد من الكفار ولا من المعاندين. فلم يستجيبوا لسيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم. قال لهم بقى بينه وبينهم: استغفروا ربكم إنه كان غفار. انتوا عايزين ايه؟ عايزين مغفرة الذنوب؟ استغفروا. عايزين الأموال؟ استغفروا. عايزين البنين؟ استغفروا الأولاد. عايزين ربنا ينزل عليكم المطر؟ استغفروا. عايزين الجنة والأنهار يوم القيامة؟ استغفروا. خمس فوائد للاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ده أول ثمرة من ثمرات الاستغفار، من استغفر غفر الله له. يرسل السماء عليكم مدرارا، الاستغفار هينزل المطر، ويمددكم بأموال، هيجيب لكم المال، وبنين والأولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وسيدنا النبي يقول لنا في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللي هيلزم الاستغفار ربنا هيجعله من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ويرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب سبحانه وتعالى. دي فوائد الاستغفار. استغفروا ربكم وتوبوا إليه. في آية تانية: يرسل السماء عليكم مضرارا. وألف آية تانية: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لكنهم تولوا مجرمين ولم يؤمنوا بنوح، فكانت عاقبتهم الإغراق والإهلاك. ونجى الله من آمن بسيدنا نوح. هنشوف الكلام ده بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لكم تاني ولسه مع آيات سورة سيدنا نوح. تعالوا بنا نقرأ الآيات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الآيات الكريمات البينات بعدما دعا سيدنا نوح قومه إلى عبادة الله وتوحيده، دعاهم جهارا وعلنا وسرا، وأصر إليهم إصرارا، وقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لم يؤمنوا به، ما أمنش معاه إلا القليل، ده اللي نجوا معاه وركبوا السفينة حوالي 80 زي ما قلنا قبل كده في بعض الروايات. سيدنا نوح بعدما اعتذر إلى ربه، شوف بقى هيقول لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، مالكم فيكم إيه؟ ليه لا توقروا الله جل وعلا؟ ليه مش خايفين من ربنا وهو الذي خلقكم سبحانه وتعالى؟ وقد خلقكم أطوارا، تذكر جميل الله عليك يا ابن آدم وأنت نطفة، نقطة مني من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا ابن آدم، نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. ورحم الله من قال: تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. خد بالك، ده أنت نقطة مني خلقت منها، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله الذي خلقك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، ويمتن عليك ربنا يقول لك في القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ربنا اللي بيقول لك خد بالك، انتبه لمراد الله منك سبحانه وتعالى. بيقول لهم كده: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. شوف السماوات الطباق، رفع السماوات بغير عمد ترونها، سماء فوق سماء فوق سماء، سبع سماوات. ما كل ده فيه تأمل في ملكوت الله جل وعلا، ده اسمه الكون المنظور، الكتاب المنظور والكتاب المسطور القرآن. انظر في الكتاب المسطور القرآن وتأمل في الكون المنظور، الكون من فوقك، السماوات والأرض والجبال وكل هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. شوف، قال عن الشمس سراج وعن القمر نور، لأن ضوء القمر أشد من إيه؟ من نور الشمس، لأن القمر منير، ربنا قال عنه كده في القرآن الكريم: جعل في السماء بروجا وقمرا منيرا، بينور في شدة الظلام ينير. لكن بعض الناس لا هداية له إلا من الله، إنك لا تهدي من أحببت
ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يذكرهم بخلق الله، ببديع صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكنهم لا يعقلون، لا يفقهون، لا يفهمون، لا يعتبرون، ما فيش اعتبار ولا في تذكر ولا في اتعاظ، خلاص طبع على قلوبهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. احنا خلقنا من الأرض، ومن آياته أن خلقكم من تراب، حفنا من تراب، قال الله لها كوني آدم فكانت آدم. أنبتكم من الأرض نباتا، أصل خلقنا من الأرض، أنبتنا الله من الأرض بعدما خلق آدم وجعل من ضلعه حواء، وتناسل الجنس البشري وتناكحوا وتكاثروا، فكان الجنس البشري وكان إعمار الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وبعدين يقول لهم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نقف عند هذه الآية وللحديث بقية إن شاء الله. أروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: هل المصافحة بعد الصلاة بدعة؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. سؤال جميل جدا، وخصوصا أن هذه الأيام كل حاجة بقت عند الناس بدعة. بعض الشباب الملتزمين أو بعض الإخوة اللي ربى دقنه وقصر جلابيته خلاص بقى عنده هس هس اسمه بدعة. وشفنا عيل منهم الأيام اللي فاتت بيتطاول على إمام الدنيا النووي. النووي مش عاجبه الإمام النووي اللي شرح صحيح مسلم، اللي عمل كتاب الأذكار، اللي قالوا بيع الدار واشتري الأذكار، صاحب الأربعين النووية، الإمام النووي الذي مات حصورا لم يتزوج، مات عنده 45 سنة وملأ الأرض علما، الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه. عيل طالع يتطاول عليه ويقول لك ده النووي العقيدة بتاعته فيه، أنت بتتكلم عن النووي؟ أين الثرى من الثريا يا إخوانا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. بقى أشبه علماء لا يمتون للعلم بصلة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. عجبني قوي شيخ بيقول له، واحد بيقول له بعد الصلاة حرما، فالتاني قال له بدعة، قال له يعني قلة الأدب اللي سنة؟ إزاي تقل أدبك وتقول لي بدعة؟ بمدي لك إيدي، ما تمد إيديك وتسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. لما واحد يمد لك إيده بعد الصلاة ويقول لك تقبل الله، قل له تقبل الله منا ومنكم. دار الإفتاء المصرية واللي تعلمناه في الأزهر الشريف بيقولوا لنا إن ده مش بدعة. لما تسلم على واحد بعد الصلاة ما فيهاش حاجة، بتسلم عليه ويسلم عليك، تقبل الله معناها يعني أسأل الله أن يتقبل مني ومنك الصلاة. ما فيش مانع أبدا إنك تقول له تقبل الله منا ومنكم. بتتوضى واحد بيقول لك زمزم، قول له يا سيدي جمعا ربنا يجمعنا ونتوضأ من زمزم ونشرب من زمزم ونصلي في الحرم. المسلمين لما يتقابلوا، لو اتنين مسلمين يتقابلوا وتلاقيا وتصافحا تنافرت الذنوب منهما، الذنوب بتتناثر من أيديهما عندما يتصافحا. إنما كل حاجة بقت بدعة بدعة بدعة. طب ما صلاة التراويح بدعة، إيه رأيك يا عم الشيخ؟ ختم القرآن في رمضان بدعة، إنك تروح تصلي في الحرم في رمضان ورا الشيخ والشيخ يعمل كل يوم جزء من القرآن، ده ما فعلوش الناس، بدعة. بدعة إنك تصلي كل ليلة في التراويح بجزء من القرآن، بدعة إنك تختم القرآن في التهجد، بدعة. لكن في عندنا حاجة اسمها البدعة الحسنة،
سيدنا عمر لما يجمع الناس في المسجد ويصلوا التراويح عشان الناس بدأت تتكاسل، النبي صلى ليلة والتانية ولم يخرج إليهم، قال خشيت أن تفرض عليكم. سيدنا أبو بكر لم يصلي صلاة التراويح، سيدنا عمر وجد الناس خلاص بتتكاسل قال لا اجتمعوا في المسجد، وصلى بهم التراويح في المسجد. دي بدعة؟ بدعة، بس بدعة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تعلموا الدين من أهل العلم، اتعلموا الدين من المشايخ اللي جلسوا 20-30 سنة في الأزهر يتعلموا. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. والله قابلني واحد في فرح من كام يوم وقال لي يا عم الشيخ بالله عليك أكد لنا مرة تانية، انت قلت مرة في حلقة في الفتاوى ان ما ينفعش واحد يصلي من غير البسملة. ما ينفعش انه يقرأ الفاتحة من غير البسملة، لكن الاختلاف هل سرا او جهرا. حتى لو هتقرأ البسملة سرا، يبقى حتى لو هتقرأ البسملة سرا لازم تقولها، لو لم تجهر بها لازم تسر بها، لان البسملة آية من آيات الفاتحة. علموا الناس يا اخوانا ممن يأخذون العلم وممن يتعلمون العلم. من فضل ربنا علينا في مصر أن الله أكرمنا بالأزهر الشريف من 1083 سنة وهو شامخ مرفوع الرأس يعلم العلم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الناس في البلاد بره في آسيا وأوروبا وأفريقيا ينحنون لأجل علماء الأزهر الشريف، وانتوا عندكم الأزهر وعلماء الأزهر سايبينهم ورايحين تسمعوا الأشباه علماء. اسمع من منابع العلم الوسط المعتدل، هو ده الأزهر الشريف. قم في فم الدنيا وحي الأزهر. ربنا يبارك في الأزهر وفي علماء الأزهر ويحفظ الأزهر ورجال الأزهر ويجعله شامخا رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم أمين يا رب العالمين. الصلاة المصافحة بعد الصلاة ليست بدعة، صافح بعد الصلاة وادعي لأخوك وسلم عليه وليست بدعة، والله تعالى أعلى وأعلم. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.